اول شيء راح اسلق المعكرونه، راح ننزل المي، رشه ملح، نخليها ربع ساعه على النار. وهلا نحضر البشاميل. اول شيء راح ذوب الزبده، ننزل الطحين شوي شوي، نخلطه منيح. الخطوه اللي بعدها بننزل الحليب تدريجيا، بنضل نحرك باستمرار لبين ما يتقل القوام. رشه ملح، فلفل اسود، وشويه من جوزة الطيب. خلطه سريعه، هذا هو القوام المطلوب. نقطع شوية بصل، بدنا كمان كم سنتون، زيت زيتون، شوية زبدة. ننزل البصل والثوم، نحركهم شوي. نقطع صدر دجاج لمكعبات، وبنزل اللحمة، وبنقطع كمية منيحة من الفطر. أول ما تستوي اللحمة بنزل الفطر، رشة ملح وفلفل أسود. بنجيب البايركس، اول طبقه بشاميل، والثانيه دجاج، واخر شيء المعكرونه. بنحط عليها طبقه من الجبنه، وهلا على الفرن.